ميكرو فريد على قناه انفاس بريس. كما العاده كل اعاده فيها افاده. خرجنا للشارع المغربي باش غنسولوا المواطنين واش نتوما بحالي ملي كتمشيو للسوق ديال الخضره ولا عند مول الحم ولا عند مول الحانوت كتقولوا والخلعة تلقي مني. الا بغيتي تعرفوا واش نتوما كيقولوا والخلعة تلقي مني اجيو معايا. السلام عليكم ورحمه الله. قول لي يا سيدي واش نتا بحالي ملي كتدخل السوق ديال الخضره ولا كتمشي عند مول الحم ولا عند مول الحانوت مع الغلاء الاسعار كتقول والخلعة تلقي مني؟ لا اله خلعتيني والله العظيم خلعتيني. نمشي عند الجزار، نمشي عند الخضار، والله الا واعره. والله الا البارح جبتي 100 درهم ديال الخضره. شحال هاك؟ شحال غير الميكا صغير؟ كميشه صاحبي. وزاب المراه قال لنا اليوم جبتها الخضره. او عباد الله البارح جبتي 100 درهم قالت لك المراه بكل تواضع اليوم جيب عاوتاني الخضره. يلا صونا عليا. يلا صاحبي يلا صونات عليك. يلا حشومه 24 ساعه و100 درهم الاخرى. عباد الله حشومه، والله الا حشومه. دراوش لازم درويش ما خدامش والخضره غالي. دابا ان شاء الله بطاطا. انت امازيغي ياك؟ انا مازيغ بقى فيها الحال. غتصيفط لي رساله الاخ نوش بالامازيغ ربما يفهم راسو لا علا وعسى بكل تواضع. سي عزيز اخ نوش ايوا سي عزيز اخ نوش امازيغ. سي عزيز اخ نوش الخضر تغلى. الخضر تغلى نداغي مجاد نلقى الشلوحه امازيغ. الخضر خصها تاكل الخضر. كيعطينا رصاغ الخضره سوق البلاد. كاين الاسواق في البلاد. الخضر تتاكل الخضر والله العظيم محشومه. قدامات تزيوي غير الميكا 100 درهم غير شويه الميكا. تامغار تسول سري غير تامغار بالشلحه تامغار المراه تسول سري نايي او تزاغ الخضر. ايوا وما كون 24 ساعه 24 وليت ناكلها بصراحه على قبل خنوش. زاد زياده وليت ناكلها البيصاره. تا الحمص راه غالي، العدس غاليه، كل شيء غالي. شحال ناكلوا حنايا في هاد البلاد؟ يلا قول لي اللي ولا نسيطرو الزيت 280 300 ريال وقرعه ديطرو ب 560 خمسه يطرو ب 3000 ريال. انا عادي نشريه ما بشي باستطاعتي، ما باستطاعت حتى واحد. راه النفخة على الكلخة. حكومة رئيس الحكومة وجهت ليه الله، خلينا ليه الله. وهذيك وزيرة الفلاحة اللي كنا تقول لهم أنا ما عندي ما ندير ليكم، علاش ما عندك ما تديري لينا؟ حيت أنت دايرة لكاب تدفعي فيه كل شيء. مصيبطة ولادك يقرب سويسرا ومصيبطه الفلوس في سويسرا وتحكي على الدرويش. حنا تنطلب الله ينصروا لينا ملكة الفقراء يشوف من حال الدرويش. وبعدا جبت عليا اللحم. انا ما بقيت كاع كنسمع هاد ما بقيت نحمل سمع هاد السميه ديال اللحم لان والخضره وهادشي. دابا انت جبتي الخضره واللحم وحنا بقينا قدينا تنسمعوا حتى السميه ديالهم. ودابا الانسان مابقى كيصور والو. ولينا اللحم والخضره واللحم واصله ل 100 درهم 105 درهم كاين 110 درهم وبنادم كيخدم كاع الا خدم النهار كامل 70 درهم 80 درهم. لا هادشي راه بزاف هادشي لا في الخضره ولا في اللحم. ما كنا عرفنا حنا في الحقيقه ما كنا عرفنا حنا فين عايشين. تخدم سيمانه باش تشري نص كيلو ديال اللحم. ولا عندك الاولاد وداكشي كيدير انت صهور النهار كامل بالظلام وغادي تصور 70 درهم وهادشي لا خدمتي المراه وحتى الخدمه بعدا اللي غنصوروا فيها حتى. دابا بيني وبينك ملي كتدخل السوق ديال الخضره كتشدك الخلعه ولا لا؟ بطبيعه الحال ما كنت كاع ندوز السوق تندوز يلاه كنشوف كتبان لي الثمانات هذه 10 درهم هذه 12 درهم هذه اللحم هذا كتهرب. واش غادي دير؟ وحتى دابا ما بقينا لقينا حتى ما ناكلو حتى داك الخبز واتير ولا قطع علينا داك اتي ولا السكر ولا كلشي. القضيه ما بقيناش عرفنا واش حنا مغاربه ولا الله اعلم. في الحقيقه ولينا شاكين في روسنا ولا شي حد كيجري علينا كيخوينا. سي انت تموت، سي انت مرض، سي انت السبيطار، سي انت تفليبا، شي مشرد، شي هذا. وهذا الشيء راه بزاف علينا. هذا الشيء راه منين حنا باقيين في المغرب دايرين النيه. لا علاش حنا فعلا حيت دايرين النيه وحنا هاد المسائل خصنا بغينا نرجعوا للمغاربه كيما كانوا المغاربه الاصيليين وبغينا الحكم اللي كنا عايشين فيه من زمان وعاشوا والدينا وكانت معروفين بان المغاربه وفيهم الناس صابورين. حسبي الله ونعم الوكيل في المسؤولين، الله ياخذ فيهم الحق. حاجه وحده الله ينصر سيدنا، الله يخلي لينا، الله يطول عمره. اما الاخرين الشلابيه اللي مدورين به الله ياخذ فيكم الحق كاملين. كيفاش اخناش كتقول ما طيش حق غلات؟ كاين البرد
وعمر ما اعترف عمري 60 عام واش عمر ما عطيش جاي البرد وانتم كتصدروا وانتم كتصيفطوا وانتم كتصدروا وحرام عليكم اتقوا الله واتقوا الله الشباب ما خدامينش وعباد الله كتضيع وانتم غير ولادكم برا قروا برا خرجوا برا والشعب كيموت والشعب ضعيف راه ما عند راه والو والو راه لا حول ولا قوه الا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم كاملين انا كنقولها فيكم كاملين كروش الحرام صدروا خرجوا شفروا شفروا وحنا الخير عندنا موجود عندنا الخير عندنا الفوسفات عندنا شويه البترول كاين عندنا الذهب عندنا الناظور عندنا كسامة عندنا الخضار خير ربي خير ربي عندنا خير ربي خير ربي خير ربي قول لي يا سيدي ملي كتدخل لشي مارشي ديال الخضره ولا كتمشي عند مول الحانوت ولا كتمشي عند مول اللحم واش حتى بحالي كتقول مع غلاء الاسعار والخلعه تلقي مني بدي كنمشيو للسوق حنا ما بقاش نمشيو للسوق صافي صافي كاع صافي صافي كاع درتي بالناقص صافي بالناقص منه كاع صافي وعلاش حتى صافي كلشي غالي كلشي فين غتمشي للسوق تمشي دي الصاك ديالك وترجع هكاك دي خاوي تجيبو خاوي اللهم نمشي ما نمشيوش كاع للسوق صافي نبقاو من ناسين بالناقص من هاد السوق والماكله الماكله صافي نرجع الخبز زواتك صافي اولا تقاد خبز زواتك اش غادي هو داك الساعه نشوف واش غادي نديرو كل تواضع يهديهم علينا وصافي شكون هما واش الله يهديهم علينا شكون هادو يا المسؤولين هادو كلهم كاملين طلب لهم الهدايه الهدايه الله يهديهم علينا على الدراوش راه غاليين غلاو بزاف غلاو بزاف اصاحبي راه كلشي تيغوت يهديهم بحال ما غنقول لك دابا اللحم دابا ما كليتيش دابا شي شهر دابا ملي دار 100 درهم ما عمرك كليتو ما بقيتيش صافي ما بقيتش ناكلهم دابا راه واقيلا كنا تجي كتهاوش واقيلا كل تواضع تحياتي